الأصدقاء أعضاء المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية الباسلة بقيادة الأمة الفاضلة السيدة مريم رجوي، الأصدقاء الضيوف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه إليكم بهذه الرسالة من أحرار سوريا وأقول لكم إنكم على الحق في كفاحكم ضد حكم الطغاة في إيران الذي يمارس عليها نظام ولاية الفقيه سياسة الظلم والقهر والحرمان وجلب الفتن والحروب وتصدير الإرهاب لجوار إيران والعالم. وبدلاً من السعي لبناء إيران بشرياً واقتصادياً وحضارياً يستنزف ثرواتها في استعداء الجوار والعالم بأسره وإرسال العصابات الإرهابية إلى سوريا والعراق واليمن وأفغانستان وغيرها من البلاد، ومن هنا من بلاد ثورة الحرية والكرامة سوريا المغتصبة من نظام الأسد الأبي والابن. أسأل الله لكم النصر وتخليص إيران من هذا النظام الطائفي البغيض. وندعو مؤتمركم السنوي الذي يعقد في باريس في 30 حزيران 2018. وفقكم الله والنصر حليفكم فواز المفلح، التجمع الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة سوريا.